هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، علي جاله ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. مفاجأة مفاجأة يا حتومة، مفاجأة. شفت شفت لقيت ايه؟ اكيد لقيتي فردة الشراب اللي ضايعة مني من شهر. بطل ظلم، انت ضايع منك فردة شراب. انا كل شراب عندي منه فردة واحدة. شراب من دول يا اختي يدخل الغسالة يطلع منها يتيم. كأن في جوه الغسالة فجوة زمنية بيدخل فيها الشراب فردتين يطلع فردة واحدة. سيبك بقى من الشراب والغسالة، علشان معدتي قلبت لما افتكرت الروايح. افتكرت الروايح البشعة يا أستاذ يا محترم. لا ما تعرفينيش. أنا كنت بقلب في صندوق ذكرياتي القديم، لقيت حصلتي. آه والله لقيت الحصالة، لقيت فيها فلوس كمان كنت بحوشها وأنا صغيرة في المدرسة. بجد يا صفصف؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم أنا ابن حلال. أنا أصلي مزنوق أو محتاج فلوس اليومين دول. لقيتي كم في الحصالة يا صفصف؟ 15 قرش بحالهم. 15 قرش بحالهم. 15 قرش؟ آه. طب دول يعملوا ايه سنة 2024؟ يعني لو كانوا 15 جنيه كانوا عملوا حاجة. ما تدوري كده في صندوق ذكرياتك القديم يمكن تلاقي حاجة تخصيني. انت كنت مبذر. انت فاكر يا استاذ ال 15 قرش انا حوشتهم ازاي زمان؟ لا الصراحة مش فاكر، فكريني. افكرك زمان واحنا صغيرين لما كنا في المدرسة. ايه ايه، فتحة فتحة فتحة. معاي نادية، معاي نادية، معاي نادية، معاي نادية. ده مبلغ ومش بطال. طفطف طفطف، اللي في ايدك يا طفطف؟ ريال بجد بجد؟ لا والله، ده 20 قرش بحالهم. وسرق الريال ده منين؟ قطع لسانك يا حتومة، انا مش حرامية، انا كسبت الريال ده علشان اخدت المركز الاول في الموسيقى. يا سلام يا اختي، يا سلام يا فتي، يعني انت تاخدي ريال وانا ما يدونيش حاجة ليه؟ علشان انت مش في فريق المزيكا. لا مش في فريق المزيكا. كسبت في اي مسابقة؟ برضو لا. يبقى هتكسب ازاي؟ هيبقى معاك ريال منين؟ خلاص خلاص انت هتذليني. بقولك ايه؟ أه؟ ما تديني الريال اللي معاك. روح 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 يا شاطر، العب بعيد. الريال ده بتاعي انا هصرف شلت والباقي احطه في الحصالة. يخص عليك يا صفصف، يعني ما اديتنيش الريال بجد اياميها؟ ايوه وديهولك ليه، ده كان تعبي ومجهودي وقتها. صرفت الشلن وحطيت ال 15 قرش في الحصاله، وفضلوا موجودين لغايه دلوقتي في صندوق الذكريات وما عملوش ارباح. طب يا اختي خليك انت مع صندوق الذكريات بتاعك، وانا هنزل اقعد مع اصحابي على القهوه. ال 15 قرش هيل. انا كده بقى
هقوم أكمل تدوير في صندوق ذكرياتي، يمكن ألاقي ربع جنيه بحال ولا حاجة. يوه، حاتم رجع تاني، تلاقيه طمعان في الخمستاشر قرش. إيه، صباح الخير يا صفصف. خش يا صبرة. صباح الخير يا ست الكل. أهلا يا صبرة. ويا ترى يا جعفر، صبرة ده اسم ولا صفة؟ لا، أختي دي أختي صبرة، شقيقتي، ولسه جاية من البلد حالا. أهلا أهلا يا صبرة، منورانا. ده أنت اللي منورانا يا ست الكل، خطوة عزيزة وما شلتكيش الأرض نشيلك جوا عنينا. أنتوا اللي عندي في بيتي يا صبرة مش العكس، باين أختك طلعالك يا جعفر. يا ست هانم، صبرة دي اللي فلحت فينا، دي عندها مشروع ومشغلة عنديها بنات كتير. بجد؟ برافو عليك يا صبرة. ويا ترى مشروع ايه بقى اللي انت عاملاه؟ مشغل كده على قد الحال، وجاية النهاردة من البلد عشان في تاجر هنا في مصر بياخد الشغل مني. يا حبيبتي ربنا معاكي، وبتكسبي كويس بقى على كده يا صبرة؟ الحمد لله، وكل كام اسبوع اعمل كشف حساب في تحويشة واعرف ارباحي قد ايه. تحويشة؟ تطلع ايه تحويشة دي؟ اهديها عاد الحاجة اللي بقالها ساعتين عتفهمها لي وانا مش فاهمها. ساعتين بس؟ ده احنا كتير بنفهم فيك الحاجة الواحدة في اسبوع بحاله. المجلس القومي للمرأة عمل مشروع للستات في الأرياف اسمه تحويشة. ما شاء الله. المشروع ده بيعمل توعية في الأول للستات بخدمات البنوك. حلو. ويما نزلونا في الكرة والنجوع شباب زي الورد عشان يفهمونا ونعرف نعمل المشروع. تقصدي يعني كأنهم موظفين بنوك ويتعاملوا معاكم ويعرفوكم نفس خدمات البنوك، مش كده؟ بالظبط يا ست الستات. ولما تعلمنا كويس كل حاجة اتعمل تطبيق على الموبايل اسمه تحويشة. كويس. نقدر من التطبيق دي نعمل تحويلات ونعمل ادخار وقروض كمان. كمان. والجديد بقى كارت ميزة تحويشة. اسمه ايه؟ كارت ميزة تحويشة؟ والله دي مبادرة هايلة جدا، بتزود ثقافة التعاملات المالية بين ستاتنا الحلوين في الأرياف. لغاية دلوقت استفادت من المشروع ده 500,000 ست ريفية. ما شاء الله. وديه من نتائج مبادرة حياة كريمة. ما شاء الله، مشروع عظيم جدا، مشروع تحويشة ده حلو قوي. ايه امال حلو قوي، بس انا برضو انتم ما قلتليش يطلع ايه التحويشة ده. يا لهوي صف مفاجأة. إيه؟ يا صف مفاجأة. ايه قولي؟ مش انا طلع لي صندوق ذكريات انا كمان؟ بجد يا حتوم؟ جد جد والله. هي، ولقيت فيه ايه؟ فلوس؟ لا. طوابع او عملات؟ لا برضو. لقيت صور قديمة ونادرة؟ لا. الله، هو كله لا. امال لقيت ايه؟ لقيت كل فرد الشرابات اللي كانت ضايعة مني. كنتم مع يوميات صف النجمة صفاء أبو الصور. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتي الأنظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلوة، أنا ناقصلي حاجات. شخلي جيبك صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف. موسيقى والحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف تأليف احمد الأصلي. اخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.